كنت حاضر طبعا مباراه الارجنتين والشاهد الاشادات في سعود، هل تم الحديث بينك وبينه اثناء المونديال؟ نعم، سعود لاعب وفي، نعم دائما بينه وبين اتصالات على على حتى اثناء الدوري مع الهلال او مع الاتحاد على الاشياء. خلينا في المونديال، خلينا كلمته مثلا بعد مباراه الارجنتين. نعم، باركت له على الفوز وقلت له شد حيلك وقلت له مكانك في اوروبا، وقبل المونديال قلت له يا سعود مكانك في اوروبا ماشي. جميل جدا، خليني دام انت دخلت في النقطه هذه وانت احد المكتشفين لموهبه مثل موهبه سعود عبد الحميد، لماذا لا يحترف اللاعب السعودي خارجيا؟ يعني انا اعتقد ان سعود عبد الحميد من خلال المونديال هناك انديه وقعت عينها على على سعود. صحيح، سعود قدم في المونديال مستويات رائعه، وحتى قبل المونديال لو تذكروا في الاولمبي كان مع كابتن سعد الشيري، لو تنظر للهدف اللي صنعه ضد المانيا هذا يحيلك انه لاعب عنده امكانيات كبيره ممكن يحترف اوروبيا. المفروض احنا نساعدهم، الاتحاد السعودي يساعدهم، كل انسان مسؤول عن الرياضه لازم يطلع اللاعبين السعوديين برا حتى نقارع الفرق الكبيره في المحافل الدوليه الكبيره دي، مثل المغرب، مثل لازم يكون عندنا عدد كبير من المحترفين.